الأساس وأسس أخرى مجتمعة. بحثت وداومت على البحث ونبشت ونقرت تنقيرا عن المعلومة وجمعت ما توصلت إليه وهو موضوع هذا يسمى أساكا. أساكا قليل من الناس يعرفون ما هو أساكا. أساكا واحد لون يعني البلاصة اللي يمكن تقطع فيها الواد بدون مخاوي. تحديد موقع ثلاث ونعين. ثلاث ونعين هي التي تفرق البطوار حي الصناعي وطلبرش. اختارها في المحكمة الابتدائية الكوميسارية وهي غالية. ولكن اللي مهم هنا هو النعيم، النعام. معنى أن هذا المكان كان في الحقبة الماضية تزداده هذا النعام. النعام كان في الصحراء. سموه الناس القدامى الساكنة القديمة سمته ثلاث ونعيم وثلاث من العربي. قالوا دام تلقوا فيه لسانهم ما شاء ولكن كل تمشي بهتان. لماذا؟ لأن تالو دانت كلمة صنهاجية لقد كما كانت مشرف تالو دانت لنحها في دانتيلا واحدة بلاصة كيكون طلعة تليلة والساهم تالو دانت كيقولوا إجين تالو دانت يعني إرودا كأنه ركب على ظهر سابح. إرودا البسيط ماشي ترودان ولا ذاك اسمه صنهاج كلمة صنهاجية. السلام عليكم. قبل الحمد لله وحده والصلاة على سيدنا محمد وآله وصحبه. قبل أن أتلو على مسامعكم أيها الحضور الكرام أريد أن أتلو على مسامعكم جاءتني الفكرة حينما كان الأساتذة الأفاضل يتحدثون أن أقول ما قاله المتنبي. قال أنام من أجفوني عن شواردها ويبقى الخصم جراها ويختصمه. أحلى هذه البداية الشيلة. فاللقاء بكم في هذا اليوم المبارك واللقاء ببعض الأصدقاء وبعض الوجوه التي باعدت بيننا وبينهم الأيام وشواغل شتى وعوائق شتى. فاللقاء بكم لقاء جميل ولم أرى هناك ما هو أحسن من كلمة جميل. فشكرا لكم ولكنا جميعا. إن الكتاب أيها السادة الذي أقدمه بين أيديكم والذي عنونته بقبيلة كسيمة شذرات من التاريخ المذكر بالتراب ليس ضافرة الأعمال وإنما هو الكتاب الثاني. وأقول منذ الآن بأن الكتاب لم يستوعب التاريخ المحلي للمنطقة بالكامل ولا حتى بعصر معشار الكامل. وعنوانه دال على ذلك لمن يعرف أن يقرأ بين السطور. لقد بذلت في الكتاب جهدا وجهدا جهيدين ولا يظن ظان بأن العمل كان سهلا فهو شاق. ولكن منة الله وإرادته وحب هذا الربع من الصقع السوسي من بلادنا لينت الصعاب وسهلت العقبات. ولا يسعني في هذا المقام إلا أن أردد قولة إمام الغزالي وجدتها ذيلا لعنوان كتاب كان في الأصل مطروحا لنيل شهادة الدكتور لصاحبها زكي مبارك المصري ليقدمها للمناقشة في الجامعة المصرية في 15 مايو 1924. ونال بها المؤلف شهادة العالمية بدرجة جيد جدا ولقب دكتور في الآداب. ومنطقتنا في ذلك الزمان كانت تحت قحط فكري بين قوسين كنت كلامتي له. فإذا بأتذكر بأن أستطيع أكون مناقضا لما ذكرته بالكتاب عندما ذكرت أسرتين علميتين بقضية كسيمة منها الأسرة أي تحميمو طرستيين ومنها أسرة يعقوبي أسرة عالمة بطرس وأخرى في بشيرة ديال الكراكة. إذا أستمر في العائلة
جيدا وربما دكتور في الآداب، ومنطقتنا في ذلك الزمان كانت تحت قحط فكري. الكلمة هي وكلما عظم المطلوب وشرف صعب مسلكه وطال طريقه وكثرت عقباته. والشظو أيها السادة الأفاضل كما هو في علمكم في لسان العرب هو الشيء المتبدد والمتفرق، وعلى هذا الأساس لا ينتظر من عمل بني على المتبدد والمتفرق أن يكون مترابطا متسلسلا ومتكاملا، غير أن هذا لا يمنع في نهاية المطاف أن يعطي مجموعة من النتائج الهامة تفضي إلى الحقيقة التي هي بنت البحث. وعلى يمكن أن نسمي عملا كهذا بوزل فرنسية، كما في لعبة الأطفال جاء ببعض أجزاء الصورة المنتظرة وليس كلها. قولوا إذا شئتم فسيفساء غير واضحة المعاني أو ورقات تاريخية لهذه القبيلة، فهي كما أرى وأرى لها أن تكون لبنة لبناء تاريخ محلي تفتقر إليه منطقتنا تحديدا، لبنة لذاكرة تشق في الوقت الراهن طريقها إلى الاندلاس. جاء على لسان أحد أبطال رواية كارناك لنجيب محفوظ، الرجل هو الذي وصل بالرواية العربية إلى العالم كما في علمكم. تصاب الأمم بهذا قولات جاءت على لسان أحد أبطال رواية نجيب محفوظ الكارناك، تصاب الأمم بفقدان الذاكرة ولكن ذلك لا يدوم إلى الأبد، لا يدوم إلى الأبد. وعلى هذا الأساس وأسس أخرى مجتمعة بحثت وداومت على البحث ونبشت ونقرت تنقيرا عن المعلومة وجمعت ما توصلت إليه وهو موضوع هذا الكتاب. وأرى من المفيد أن أتلو بعضها وأؤكد على كلمة بعضها على مسامعكم أيها السادة، فأقول إجمالا وبدون تطويل. أولا تطرقت إلى أقوام كانوا على ما يبدو أول من وطئت أقدامهم المجال الإكسيمي من المصب إلى الزازان في الضفة اليمنى شرقا وما فوق تعميرت في الضفة اليسرى، ويتعلق الأمر بإسكور أي سكورة في تليمة زكان، وأيتملون على هضبة قرب الوادي وإغيات على تلية تشيرة وأيتغزوت الذين ينتشرون في الأماكن المذكورة. وهذه المجموعات الأربعة تنتمي إلى أصل واحد وهو إظلال أي صنهاجة باللغة العربية. ملحوظة: إن جل المؤرخين إذا لم أقل كلهم يطلقون على سكان هذه الناحية اسم المصامدة بما في ذلك سكان هذه السلسلة الجبلية المسماة الأطلس الكبير، والحال أن لهذا الاتجاه استثناء، والاستثناء هو ما رأيناه بالنسبة لمنطقتنا تحديدا. فأما الجوار شمالا فححمتل التي هي من المصامدة تعرف بعد صنهاجة كترنات في دوت غمى وإزوار زوارة في دبيلول وإفران في دوتنا. زد على ذلك أن هذه السلسلة الجبلية كانت تعرف في الماضي السحيق بسلسلة جبال صنهاجة إلى جانب التسمية المصمودية جبل دلال. على ذكر هذا الأطلس نوجه واحد نيدا بين قوسين أن جمالية قدير وتشيرة وإنزكن ويتمل الواحد التمسية هي هذه الجبال، والشمال الغربي الجبال، ونحن نعتدي عليها، نطعم الأطلس، نشرفه ونقتلع حجره منا، حجره هي اللي فيها البركة موجودة ما وراء هذه الجبال، غير في الداد، يخلي هذا، وخلقنا من وجعلنا من الجبال أولادا، التوازن للطبيعة الله اللي خلقها شيء خصو يبقى. راه هذه الجبال حسبوا لي واحد 50 سنة، إذا تم السكوت على ذلك أكادير لا زينة لها ولا جمال، غادي يبقى لي غير البحر. ولكن الجبال هذه السلسلة الجبال أنا كنشوف بها شخصيا تفكر على الأقوام اللي دازوا هنا
المرابطين السعديين قبلهم ولا المرابطين الموحدين السعديين تاريخ ديال المغرب كامل حتى كديروا كل راه سيتي اون كارت دو ماروك اون مينياتور اللي هي داك الناس اللي كيصوروا في الكورنيش يصوروا نوايا جلو الا شفتي كيف كديروا كل ها طونج فوق ديال القمه ونزل حتى داك اللسان الداخلي الى البحر حتى الكويره راه خريطه المغرب اون مينياتور لمن يتامل سمعوها. على كل حال فاستاذ ثانيا تطرقت الى ثلاث نزلات عرفت هاي المنطقه ايام التجاره القوافي ماشي القوافي غير من بعد اغلاق المرصى اكادير القوافي كانت قديمه قلت نزلت ايبولان او نزلت البصوره شغل بنو معقل اللسان العربي لان بنو معقل كانوا هنا في بعض المناطق واحد عدد امكنه في هذه الناحيه سميت باسماء عربيه وحنا كنقولوا لها نزلت ايبولان ولكن ورد في بعض الرسوم القديمه بالمكحوله بأي تمنون عند توصل فيها ما يسمى أساكا أساكا قليل من الناس يعرفون ما هو أساكا أساكا واحد لون يعني البلاصة اللي يمكن تقطف فيها الواد بدون مخاوي إيه أساكا عندنا راه لغات مصامدة ما في لغة اسمها هنجة إيكا ولكن أساكا حنا ما كنقولوا عبد الدريف الفيديوي راه حديد العهد جابتو الساكنة اللي بنات تما لما الناس ديال هنا ما كيقولوش أساكا أي باسي مصاب أي المكان الذي يسول فيه قطع الوادي وإقمر في الشحة لأن إقمران إقمر هو المستنقع ماشي إقمر صاد أو يصطاد لا إقمر بمعنى مستنقع الماريكاج لا 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 ماشي غير الفرنسية باسكو جي بيان برونسي لو بو الماريكاج كيكون فيه الماء والخليط ديال النبات اللي كينبت في الماء ويقدر الانسان كاع بحال اللي صاد المومو هذا هو المستنقع هذا هو الشعائب النزلة الثانية يعني النزلة راه قلت ما قلتوش سي ان ستاسيون دو بياج بحال ما تولد تخلص تدخل مجال قبيلة تخلص ويتم الخطر إلى أن تدخل في مجال قبيلة أخرى هذه هي النزلة المغرب كاع فيه نزلات ولكن ديال منطقة قبيلة تسمى هي نزلة كبران أو نزلة المقولة كاين نزلة تغرط تغرط هو الكتيف بالشحة في تراب كسيما أي تبعو باع على مشارف كنايفيش المسكينية هذه النزلات الثلاث تستخلص فيها الجعالات أيام تجارة القوافي بعد إغلاق في مرسى أكادير هذه الجعالات توزع إلى ثلاثة أقسام قسم لأهلين زكان يتولاه القيد أحمد بن يتعلي كان قبل أن يعين قائدا بظهير سلطاني سنة 1882 وبعدها والقسم الثاني يكون من نصيب أهل الشيرة يتولاه السعد بن أحمد ملك العربي هذا ما استولد ذريته هذا السيد هنا في القاعة الكعبي الحفظ العربي والقسم الثالث يقدم الى باشا السلطان في تردد لان تردد هي حاضره السوس دائما تقريبا ثالثا لاحظوا بان قبيله كسيما لم تكن هادئه في مواجهه مسكينه بل هناك حروب بسبب ان كسيما تطالب بما تم اغتصابه منها من الاراضي خاصه ما استولى عليه ايتام بس مليون واضرابهم من التنانيين أصحاب الأب الروحي السملالي سيد إبراهيم وعلي صاحب تغانمين ويتعلق الأمر هنا بتكدين والدرلدة وتقادير نعبدو وتهمين بوك على الخصوص رابعا رفعت الالتباس الذي وقع فيه كل من تطرق لحصن أكادير عندما قال بأنه من بناء الشيخ السعدي وأتيت بالدليل القاطع لخلاف ذلك فدليله البحارة فردناند فالنتان الذي هو بحار ألماني يعمل تحت ظل التاجر البرتغالي في ذاك الوقت جاء المنطقة زارها على ظهر مركب سنة 1500 أنجز كتابا بعد الزيارة سنة 1507 ووضع كتابا قال فيه بأن المكان الذي بنى فيه البرتغالي سانتا كروز دي كامبو دي جي
عرف حصنا وبلدة لأهل البلد. ومن المعلوم أن السعديين لم ينهروا للجهاد إلا ابتداء من أوائل سنة 1510. ولفت النظر ونبهت إلى تفادي مذهب هذه المزالق التي لا يستند أصحابها فيها إلى نص صريح ولا إلى نقل صحيح كما يقول فقهاؤنا. خامسا، تحديد موقع تلتو النعيم. تلتو النعيم هي التي تفرق البطوار حي الصناعي وطلبرش، اختارها في المحكمة الابتدائية المثالية وهي غالية. ولكن المهم هنا هو النعيم، النعام، معنى أن هذا المكان كان في الحقب الماضية تزداده هذا النعام. النعام كان في الصحراء، سموه الناس القدامى الساكنة القديمة سمته تلات ونعيم، وتلات من العربية طلعت طلعت تليلة ولا هي من العربية، ولما لم تكن من البربرية، لأن كلهم عندهم قدم راسخ في القدم. يعني ماشي دائما نقول هنا واحد النهار وجه واحد السيد قلت يا ودي كذا كذا، قال لي محامي، قال لي ما رأيك في الساتيليت؟ قال لي رامو ما رأيك، قال لي انت السوتيليت. إلى الساتيليت السوتيليت لو اسمه لا لا من شوز اسمعوا لي يا رأينا هذي شوية ديال الدكتورة كما هذي بتقول اسم القرآن. رابعا، رفعت هذه الكنيسة العمرية لمطار حسين الدرد هي ثلاث ولد معنى تمرخت. تمرخت عندنا هنا غير عند أكادير راه تمرخت. تمرخت هو محل سكنى إمراغن، محل سكنى إمراغن. من هم إمراغن؟ إمراغن هو البحر بالشحة الذين يستخرجون طعام قوتهم من البحر إمراغن. ولماذا هاد مشاو حتى لتمرخت؟ علاش ما يبنيو على طول الساحل؟ لأن الفتوحات كانوا يختطفونه قبل أن يتجاوزوا خط بوجدور. إذا كان بوجدور ليه مخاطر ما كيتجاوزوهاش الأوروبيين، هذاك العهد ديال الفتوحات. من بعد 1415 إلى 1418 كيسرقوا الناس هنا. ما كيداش عمران والعمارة على الساحل من الصويرة إلى ما شاء الله إلى بوجدور. ما تلقاش الناس كيمشيو وراء الجبال، هذا لان كانوا عرضة للاختطاف ويباعون في اسواق النفاسة في لشبونة في بورتغال في لاغوس. في لاغوس الغربي، الغربي كيقولوا لي الغربي في لونة. هذا هو السر على ان العمارة ما كاينش، كاين غير شي اطلال ديال الكوكو ولا شي حاجة. ما السكنة كتبقى المركب على ظهر بطن في الساحل في البحر يخدم حتى العشية ويروح وراء الجبل، لأن البرتغاليون لا يستطيعون يتخوفون تخلو المركب ديالهم والمراكب الصغيرة لا يتجاوزون 5 كيلومتر 6 كيلومتر كيخافوا. إذا الناس اضطروا إلى الهجرة إلى وراء الجبال للاختباء مخافة أن يباعوا في داغوس، ثم بعد ذلك يتباعوا حتى في هاد الجزر ديال كاجيي في المستعمرات البرتغالية. إما أمريكا راه ما كيديوهم ليه، لأن الكنيسة منعت عليهم المسلم يمشي لأمريكا. راه الإسلام اللي كان في أمريكا راه غير من العبيد السنغاليين وسميتو. أما المغاربة إلا بغيتيهم راهو في خليج كاجيلي حدا بكل ماكاو في الشينوا. هنا فيها مغاربة مسلمين سقطتهم البرتغاليين بعد 1418. البرتغال هلك المغرب، سي سون جاردان هنا فين كيجي الخطوط فين كيجي الليبوا ويجيب الذهب من امريكا من جيبهم. على كل حال انا غير قلت لكم علاش الناس هذه مراغم كيكونوا وراء الجبال. الى تمرخت اذا وتنان، مع هذه اذا وتنان هذا غير الصدفه درت كما كيديروا الفنان. الى غادي جاتو فكره بحال الى غادي يشد ودنان الأرنب، راه صعيب باش تشد الأرنب، ولكن إلا جات فكرة كيشد. هذا هو اللي درت له ليلة وتنان. كان واحد السيد
بعد انت كي تقول لقوا عندي واحد لايحة ديال الشيحة عربية قلت لي شاف فيها أملا بوش الضباب المتلبد ديك الغيمة الممطرة درتو بالشيحة ودرت ليكيفالون اون لانك فرونسيز قلت لي بغوليار كوندونسي شاف لي حنا كنقولوا ليه في البلاد تنانت تنانت في ناحية ديال خمس قيد هنا تنانت تنانت بدي كلمة كيديروا الأرنب قلت تيا تنان تنان دونك الضبابة والغيمة المتا الغيمة اللي هي ها نيوت كيحتاجو كان يداو تنان راه حتى واحد هنا باش انا كنفتخر غير كنقول لكم الطريقة باش اكتشفت هذه الكلمة انها اهل الساحل لان كاين في الشيحة استعارات مجازية ولا شي حاجة بحال إلا كان السكان ديال الساحل كتقول ليه التابوت إذا وتانا راه جايين من هاد السلسلة الجبلية اللي قدامنا في خط الوادي طبعا إلى الساحل راه عندهم إلى الساحل هما هو كاع هما الخريف الأطلس بعد يمودال هما يمودال اللي تيداو تانا داخل فينا يداو تانا إذا هما الخط إذا وتا يعني أهل الساحل هو هذا إذا وتانا إذا حيدي إذا هما أهل الشيحة كتعرف أهل أما العربية أهل شيء وأهل أهل شيء أهل للأدبي والأهل للبناء للعمران على كل حال قلت معنى تمرة إذا وتانا وتالودا تالودا تلقوا فيه لسانهم ما شاء ولكن كل تمشي بوتان لماذا؟ لأن تالو دانت كلمة صنهاجية لقد كما كان لكن مش عارف تالو دانت ينحها في دانتين واحدة بلاصة كيكون طلعة تليلة والسهم تالو دانت كيقولوا إكين تالو دانت يعني إرودا كأنه ركب على ظهر سابح إرودا البسيط لا شيء ترودة ولا ذاك اسمي لا صنهاج كلمة صنهاجية هذه كلمة صنهاجية تعني البصر لأن اللي طلع عندهم الجبال ديال المنتدى أنا خدمت في هذيك المناطق اللي طلع كتبان ليه تارولاند في أرض مستوية فهي في البسيط يعني كاين لها واحد النظر شفتو في الكتاب أي الرجل حنا الميلي يعني أن يستوي حنا بك يا بنيتي هذا هو الترجمة كلمة كلمة إذن معنى تبراخ إذا تنام تردان وأي تلوغان أي تلوغان باش تبع لها ماشي مجال كسيني ولكن اللوغان هو الإبل اللوغان هو الإبل التي كانت تهيئ للسباق يعني كيديروا بها سباق الإبل هو اللوغان هذا اللوغان الكلمة الكتاب واحد كتاب ديال واحد نصراني عاش مع التوارق التواريق هو كيعاود كيعرف اللسان ديال هو لان اللسان ديال التواريق في الجنوب الجزائري يشبه لسان تشلحيت واذا كان تقريبا بحال بحال هذا الشيء ماشي في الماء غير في الهواء ماشي لقطه هذا السياق كنشرح الكلمه باش تشرح تلميذ تشرح كذا 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 باش ما نفوتش الفرصه على القارئ حسب العلم ديالي هو نسبي ماشي انا جئت بالحقيقه كامله ومليئه نسبيا على كل حال امزكا بيرمين بيرمين انا استندت الى واحد الكتاب دار واحد القاضي سميتو قبيله فاني زروال سوق تاع زروال وسط فاني زروال ينعقلوا هذه هو تنعقلوا هذه السوق هذا السوق سوق كاروت وهكذا تنعقلوا هذه السوق يوم الاثنين فاني زروار جبالة سميتو الاثنين تمزكنت بالمين بالمين تقريبا وصلت كذلك الى زائر فرنسي سميتو جان غابين دار واحد او بورت دو سود ديال المغرب ومر بالمكان سنة 1939 ماشي بعيد عندما اجتاحوا المنطقة وباء التيفوس اهلنا اهل كسيما كيسموا هذا عام وكان ويعتبرونه تاريخا بحال عام الفيل كيقولوا عام الروز كي لان الفرق السنغاليه اللي كانت هناك جات بها فرنسا ديك الساعه عندها عده تكنه
مع السائق الفرنسي ولا جيب ودين واحد البرمتاتيل البرمه ديال الروز سخون وكيفرقوا على هاد الناس هادو اللي كيرعاو في هاد الغابات. ما غاديش نمشي للشروطات كاملين، عندي واحد الراس ما ضمنتوش عليها حتى هو الشيخ احمد يرجعوا تاريخه الى 1204 هجريه فيه امزك كبير منه وشوف صدر عام قبل وفاه سيدي محمد بن عبد الله فاش تحرر هذا الراس ديال الاستمرار ديال التصرف والثوره الفرنسيه هذاك العام فاش وقعت الثوره الفرنسيه 1789 إذا مآلو أرض أكادير مآلو أرض تاكانت المآل ومآل أراضي تاكانت والأراضي التي انتزع بعضها للمنفعة العامة ومنها الجزء الذي غطاه المطار المدني لو كوغ بين سيفيل الناس ديال بن سدو كيقولوا أكول بين سيفيل دابا على لسان القدماء كيقولوا أكول بين سيفيل وبغيت نفتح واحد القوس بصورة في عجالة هذا أقول بين سيفيل هذا هو لونكار لا بروميير هي لا فياسيون ديال أكادير هو ذاك لونكار تما كفينا نديرو ستربيس إلا جا محمد خانيش باش يعطينا هذاك الجيل هذا قربي قريب واحد 7 سنوات تقريبا غادي يكون سونتينير يعني غادي تكون عنده 100 سنة سيبقى يستعيد غادي كل ما أطلب منه الاحتفاء بيا لأنني طعنتو أو طعنتو 100 سنة أنا أتمنى أن يكون في يوم من الأيام متحفا لقبيلة من المغرب متحفا للذاكرة المحلية لأنه هو أول مطار في هذا المنطقة دازوا فيه الناس عظماء محمد الخامس محمد بن يوسف مولاي الحسن داز فيه أنطوان دو سانت إكزوبيري طيار وأديب دار بول دو مي دار كوغي السود لأن كيشدوا الكوري البرازيل ويشوف حتى الطاهيت وداك الشيء دازوا فيه ما داز فيه ميرموز ميفور دار الكتاب هذاك باغون ما كملش الكتب ديال أنطوان دو سانت إكزوبيري أسال كثير من الحبل على المجالات الى اواخر عام 96 لقاو لا كاركاس ديالو في لا ميديتيراني في البحر الابيض المتوسط هذا سان انطوان دو سان بيزيبيل كاع تصور مع شي ناس في نسل الاول اللي واحد السيد واحد الجورنال ما عرفتوش لا بيجي ماروكان ولا لو بيتي ماروكان شنو عرفت بيه ولكن ديك الساعه ما عنديش الاهتمام عندو لو بيتي برانس وسقطت به الطائره في طرفه ياخذ بجي بي واحد العدد كاين لو ريسكابي دو لا كورديير دي زون واحد العدد ديال الطيارين ودابا اللي كيكتبوا هذا المطار هذا ابو بن سيبي صدقوا خصو يكون متحف زيد على ذلك راه ماشي في الملك العسكر راه في الملك الدوله المغربيه هذا المطار كامل راه في الملك الدوله المغربيه فيه ما انتزعته للمنفعه العامه في ما بقي محل تعرضات امام الحاكم بالنسبه للناس حتى لما حصلنا من كذا قوس الاستحماد الى سيدي فاس راه ديال موالي باش ما نقولوش راه العسكر دونك سي روج فو با توشي لا هذا ملكيه في الدوله الخاصه كما كان علي ستالين نزيد تطرقت إلى من سكن الحصن منذ الجهاد ضد البرتغاليين إلى غاد زيزان الذي ضرب أكادير سنة 1969 وقلت بأن الأصلاء تم تهجيره من الصغيرة عند بناء هذه الأخيرة باعتبارهم على ما يبدو بحارة شأنهم شأن بعض صناع فاس وذلك بالإدالة عاما بعد عام كما ورد عند الضعيف الرباطي في تاريخه بالنسبة للصناع الفاسيين وأقام السلطان جيش الجيش من أولاد الدين واشتربا مكان هؤلاء مدة ليست بعريضة ثم قام بتجنير بعضهم وحال بعضه الآخر إلى الصويرة وبعد الجيش النظامي أوكل السلطان عمارة المكان إلى القبائل الآتية لتوجه إلى الحصن من يمثلها في حماية الطهر وقلت بأن هذه القبائل هي كسيمة ومسكينة وشتوكا وححاء وإدارة هذو هما اللي كيقولوا حنا أصلاء دابا هذو اللي كيقولوا أصلاء فكنديروا كلا راه غير اللي كاين في السلطان القبائل الجوار على سبيل العصر باش يجير كل قبيلة توجه من ينوب عنها في حماية الطعام وبقي التمثيل القبلي مستمرا
إلى غاية جلسته بدون مقابل. يعني الجيش النظامي كان يأخذ راتبه من مستفادات الصويرة مولاي الحسن نوع بدون مقابل، ما عدا ما تأتي به القبيلة الأم من الأزواج. وإلى جانب ذلك بينت بما فيه الكفاية الزعامة الإدارية والسياسية التي تعاقبت على حكم المنطقة منذ عهد مولاي إسماعيل انطلاقا من الأمراء أبناء السلاطين أو ما أسيد إليهم حكم منطقة السوس من الحاحيين كآل أبيه السطليين والأيسار فقيار الناس والبيلوريين من آل المحجو، ثم تعيين السلطان للقوات المحليين سنة 1882 كالقائد حنا يحيى من آل علي كان ليسرو سنحير ذرية المالكين في تغزوت، بما في ذلك عدم فرض نصيب للإناث في هذه الأملاك التي تستفيد من مياه ساقية الجهاد. وقلت بأن بعض هذه الأملاك آل إلى مؤسسة الأحباس وبعضها الآخر آل إلى الدومين الخاص. وهنا وجه الحيرة، علما أنها من قبيل التركات التي يتوارثونها أبا العنب. وقلت في ذلك بأن جلها تم انتزاعه من الأصلاء عنوة اختصابا لما عنوة ديال الفتوحات الإسلامية من الأصل عنوة وتمليك المنفعة لغيره والإبقاء على الرقبة بيد الإمام. وبينت موقف الشرع الإسلامي في مثل هذه الحالة، بل أكثر من ذلك شرحت موقف الأرض في ذلكم الشرع في أول الفتوحات الإسلامية التي يفرق ما بين ما تم فتحه بالصلح وفيه شرع وما تم عن طريق العنوة فيه موقف آخر. ولكن ابتداء من سنة 1924 سنت سلطات الحماية قوانين وضعية بوساطة ضحايا السلطانية، منها قانون دومين خاص أملاك الأيادة الشريفة والأحباس. مؤسسة الدولة وفتحت هذه القوانين الباب على مصراعيه للمؤسستين مع القيام بالتفريط. يا مستقيم لقد شفنا هذا الشيء. ولا يفوتني أن أقول لجرية متطوعة من المجاهدين مجاهدي سانتا كروز وجميع من يصور ويجول اليوم على طريق الكورنيش من مصب والتنجرمي وضحوار مرورا بوادي تلضي زليوي وانتهاء بمسير بوغان مارينا، وهم يوجهون وجوههم صوب جبل أدادير، أقول له أنشدوا قول شاعر البلاط السعدي سعيد بن علي الحامد السوسي يوما في تيغرت، كان تفوتي كتسمى تيغرت وش قبل من سانتا كروز، يوما في تيغرت لا دهر يعادله وان رمى كل يوم بشرره، او كما قال شاعر النيل كلما كان هناك تحدي او افتخار مناط الاهرام في سالف الدهر كفون الكلام عند التحدي والسلام. يا سلام. استجابة على هذا